لي وسكنوا في المركز العسكري بأقدال مع اللعبية اللي كان كيشرف عليهم المرحوم شسوكي داك الساعة ولكن عبد السلام هرب وكان كيهرب وكيرجعوه وكيهرب واخيرا هرب ومشى اصدقائي للقصة وللتاريخ بقي تاريخ غير مصور ولا كذب سمح لي السمو الدكتور منصف اليازغي أصدقائي مرحبا بكم مرحبا وألف مرحبا أتابع معكم سلسلة أحاديثي عن الراحل الحسن الثاني تحت عنوان عام حكايات عن الملك الحسن وعن الرياضه هذه الغرائب لا تعد ولا تحصى منها ما هو بديهي ومنها ما هو منظم ومن هو لا نعرف له سرا الى اليوم وعنوانه الموضوع كيف تخلى ولي العهد عن الوداد هذا العنوان الاول العنوان الثاني يوما هالت الحجاره على ولي العهد في ملعب الفصح اولا اتجاوب مع بعض الاصدقاء سي محمد بهيج قال لي في الفيسبوك سي عموته ضحيه بحالو بحال وبحال مدربين مغاربه اخرين حيث النعمه ما كيرفضها حتى واحد وكيف ما قلتي يعني قصد انا كيف ما قلتي فبفلوس هو صاحب هذه المشاكل هو اللي كيورط المدربين المحدودين مع الجماهير المغربيه هذاك السيد حكايته حكايه طويله وكيخصو وقت كافي باش الناس تعرف شنو كيدير وشنو هي المسائل اللي كيمس بها كرة القدم باش يهرسها ويحطمها ويرجعها للوراء اليوم سأتابع الحديث عن ولي العهد والملك في نفس الوقت الحسن الثاني عرفنا العلاقه ديالو الوثيقه والحب ديالو للوداد والامتزاج اللي امتزج فيه مع الوداد روحا وراحا وريحانا الحسن الثاني لما رجع وقع ما كان كان كيفكر مثلا بشي حل وما لقاش ولكن الصدفه هي اللي اعطته ذاك الحل في شهر شتنبير عام 1957 فلعبات الوداد مباراه مع الفتح في الرباط وشنو هي الوداد في المغرب في ذاك الوقت هي حزب الاستقلال وهي القوه السياسيه والاجتماعيه والرياضيه وكل شيء وهي الفريق ديال ولي العهد لعبات مباراه مع الفتح في الرباط شكون هي الفتح هي فريق الرباطيين الاستقلاليين اي هي حزب الاستقلال وفريق القصر لان مولاي عبد الله هو اللي الرئيس الشرفي ديالها لعبوا مباراه في الرباط ربحات الفتح بثلاثه لجوج وكان الحكم هو جوزيف وكان اه اه اوروبي وتسجلات الفتح جوج ديال الاهداف على على ضربه جزاء وقع موقع ما, ما بين محمد سي محمد السوبيس ومع بن مبارك ان بن مبارك هو اللي كان كيدرب الفتح هو اللي سجل جوج جوج ديال ضربات الجزاء هو اللي قال للسي محمد غنعاود نسجل لك هنايا لا وسجل ليه فاين قال ليه ما عندنا سوق وقع اشتباك ما بين لعابه الفتح واللعابه ديال يعني الوداد فرقوهم فاذا به بدات الحجاره تنهال على ولي العهد ومولاي عبد الله اللي كانوا كيتفرجوا في جانب الملعب ومن ماشي مكان مغطي يلاه داروا لهم واحد الله قبل ما تنهال هذه الحجاره على ولي العهد شي كيقول كي من جناح ديال الوداد شي كيقول كي من جناح ضربات على كل حال هذا شيء اخر قبل ما تنهال المباراه وقع معركه ما بين المسيرين ديال الفتح والمسيرين ديال الوداد وكل رئيس من رئيس الوداد اللي هو سي حسن الجندي فشهر المسدس ديالو في وجه رئيس الفتح اللي هو عبد الله التونسي هذا كان مدير ديال الديوانة حسن الجندي وعبد الله التونسي كان مدير بنكه في الرباط او فرع بنك في الرباط حتى هو جبد المسدس ديالو و الناس اصحاب المبادرات ديال الحسن النوايا وفرقوا هذه المشكله اللي كانت غادي تكون خطيره في تاريخ المغرب وفي تاريخ الرياضه وفي تاريخ الكره وفي تاريخ الاحترام اللي خصو يكون للامراء ففرقوهم فقال هذا الشيء ان بعد داك الشيء الحجاره واذا الناس اللي كانوا تما حناو الامير وولي العهد حتى خرجوا من الباب الصغيره ديال ملعب الفتح ماشي من الباب الرئيسية. من بعد خمس ايام توصلات الوداد باستدعاء من ولي العهد والرئيس ديالها الشرفي باش تجي في ضيافة الامير بكل اعضائها جميع اللاعبين ديال جميع الفروع وجميع المسيرين ديال جميع الفروع. و قال لهم ما تجيو حتى كل واحد يجيب معاه الرغبات ديالو وفعلا كان ما كان وجاو جاو كلهم المسيرين واللعابه وكل واحد جاب الرساله ديالو جاب الطلبات ديالو يعني قدم الطلبات ديالو فتعطات داكشي الكتابه ديال ولي العهد واستضيف الناس شكون اللي ما جاش؟ واحد ما جاش واحد كبير واحد مشهور وهو بيرجيكو الله يرحمه علاش ما جاش ما عنديش نوخر لماذا وندير لها السيناريو وندير لها السينما لا لان بيرجيكو ما كانش كيتفاهم مع ولي العهد لان بيرجيكو الله يرحمه الله يرحمهم بجوج ما كانش كيبغي شي واحد يدخل ليه في الامور ديالو ومولاي الحسن كان عنده بعض اللاعبيه منهم حصل لو بورت كيبغي باش البيرجيكو يلعبوا والبيرجيكو كان كيبغي يلعب كبر في مكانه على كل حال في ذاك الساعه كان البيرجيكو بدا حدي... كان مشى للرجاء لكن فمن باب الاعتراف بالجميل كان خص يتوجه لاستدعاء البيرجيكو وانا سالت البيرجيكو علاش ما جاش قال لي واخا وكان عيطوا لي ما نمشيش يعني ما حضرش واحد اللي خسر على الوداد حومات ديال الرزق ديال باه وديال الورثه ديال باه محمد التونسي تونسي من واحد العائله ثريه ومن العائله ديالو البروفيسور التونسي اللي كان الله يزيد له في الصحيحه ديالو كان اول جراح في المغرب واللي هو كان جراح حتى ديال القصر الملكي على كل حال، وهذا السيد اللي كانت العائله ديالو عائله العباقره، منهم عبد الرحمن التونسي، منهم هو، منهم احمد التونسي اللي كان خدا الباكالوريا ديالو في 17 عام، ومات هو في عمره 21 عام، يعني شحال من واحد العبقريه ديالو كتقتلو، والخدمه ديال الدماغ ديالو كتلو، وسقسيو الناس ديال هذا، هذا هذا اذا اش دار؟ جاو هذوك الناس فرجعوا في حالهم لبالهم ولي العهد الرغبات ديالهم ومن بعد داكشي قرر يدير فريق الجيش الملكي قال مع راسو انا ملك ديال انا ولي العهد ديال جميع المغاربه ما يكون فريق مدني انا متراسو ودار الفريق ديالو الجيش الملكي ولكن دارو بطريق غير شرعي نهائيا لا هو هذاك لا, لا داروا مكتب تحضيري ولا مجلس تحضيري ولا هيئة تحضيرية ولا شي حاجة باش يوجدوا ولا داروا قوانين ولا داروا طلب للجامعة ولا تكلم مع رئيس الجامعة اللي كان المختار اليزيدي أو أحمد اليزيدي عفوا هادو خوت مختار احمد احمد اليازيدي كان رئيس الجامعه وقال له وانا ندير الجيش الملكي في بلاصه العالم بوراكش اللي انسحبت في القسم الوطني الثاني وقال له خصني نتكلم مع الناس الجامعه تا ناخذ الاتفاق ديالهم وما عجبوش الحال وغضب على ف ديك الغضبه مشى حاله المختار اليزيدي ولا بنص عمر بوستة هو رئيس الجامعه عمر بوستة قال لهم يمكنليش نرفض طلب لولي العهد وقبلوا فريق الجيش الملكي من السقف في حضيره الجامعه الملكيه وهذه كانت الاولى في خطوات الحسن الثاني باش يعصف بالقوانين ديال او ولي العهد باش يعصف القوانين ديال الكره في البلاد اصدقائي الى اللقاء